أهلا بحضراتكم من جديد. إلى تطورات فيروس كورونا، حيث تواصل منظمة الصحة العالمية تجاربها السريرية على عقار هيدروكسي كلوروكين، بعدما أوقف علماء بريطانيون تجربة كبيرة لاستكشاف ما إذا كان العقار فعالا في علاج مرضى الفيروس أم لا. أوضحت المنظمة أن التجربة التي تجريها منظمة الصحة العالمية والتجربة البريطانية الأخرى منفصلتان وببروتوكولات علاجية ولجان إشراف خاصة بكل منهما. أضافت المنظمة أن اللجنة الخاصة بها ستواصل متابعة البيانات مع الوضع في الاعتبار الأدلة والنتائج التي تسفر عنها تجارب عشوائية أخرى. عبر خدمة سكايب ينضم إلينا الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. دكتور فؤاد، بعيدا عن حجم الارتباك الذي تعانيه منظمة الصحة العالمية منذ انتشار هذا الفيروس، ماذا يقال علميا على الأقل وفق نتائج موثوقة فيما يخص هيدروكسيكلوروكين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا الدواء من أول يوم إحنا كنا واضحين، خصوصا بالنسبة للدول العربية، وكنا أغلب الدول العربية اللي كانوا يستعملون هذا الدواء سوف يكون عدد المصابين أقل، وهذا إثبات يوميا. أولا بالنسبة لآخر إجراء اللي عملته منظمة الصحة العالمية، لأنه كان خاطئ أنه يقولوا غير مفيد، لأنه استعملوا هذا الدواء على أشخاص اللي عندهم مشاكل قلبية وتخطيط القلب. واضح أنه في شروط لازم إحنا نحترمها لا استعمال الدواء، ومنقدرش نستعمله في جميع الحالات ولجميع المصابين. الشروط هي لازم انه المصاب ما يقدرش عنده، خصوصا حسب تخطيط القلب، امراض مهمه، وثانيا ما يقدرش عنده امراض مسنين، خصوصا في امراض الشرايين والاورده. في ايطاليا طلبنا رسميا باستعماله، ووكاله الادويه الايطاليه سمحت اول شيء في المستشفيات، وبعدها سمحت في البيوت، لانه بنستعمله في اول 5 ايام مع المضادات الحيويه، وكان له رد فعل ايجابي عالي. عشان هيك حسب راي منظمه الصحه العالميه لازم تشير اطباء عندهم خبره، وليس اسلوب البيانات الصحفيه اللي غير موثق فيها من ناحيه طبيه وعلميه، لانه حسب رايي كل هاي المعلومات تعطي ارشادات ونصائح خصوصا للاطباء في طريقه غير صحيحه. طيب دكتور فؤاد، لماذا قررت منظمه الصحه العالميه قبل فتره وجيزه للغايه وقالت انه لا يمكن التعويل على هيدروكسيكلوروكين وحذرت من استخدامه، ثم بعد ذلك بنحو اسبوع او 10 ايام فقط تعود لتقول انه يمكن البناء على تجارب جديده فيما يخص الهيدروكسيكلوروكين الذي قد يكون فاعلا في علاج مرضى الفيروس؟ لماذا؟ واضح، لانه احنا لما طبيب او جامعه بتعمل بحث بتوديه للصحف اللي متخصصه في نشر هذا البحوثات. في صحيفه بريطانيه مشهوره اعلنت انه في بحث بتقدم على اشياء ضد استعمال الدواء، واثبتت انه في له اعراض جانبيه خطيره، واثبت انه هذا البحث غير صحيح، والمقال اللي نشروه غير صحيح. عشان هيك منظمه الصحه العالميه ما بتقدرش تنشر اي بيان صحفي حسب الصحف الثانية بدون ما تأخذ في عين الاعتبار إذا هو صحيح وغير صحيح. عشان هيك حسب رأيي لازم نشوف في شكل عام ودولي تحقيق مين اللي بيعمل البيانات الصحفية في منظمة الصحة العالمية. لو كان الأمر مرتبط بمجلة لانست فهي مجلة تعتبر وازنة وثقيلة للغاية فيما يخص الأبحاث العلمية والطبية على وجه الخصوص، لكن دكتور فؤاد، الخلاصات التي تم الوصول أو الانتهاء إليها بخطورة هذا العقار مثلا أو هذا الدواء على
ذوي المستويات السنية الأكبر أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض الشيخوخة كالقلب والكلى وما إلى ذلك، من الذي وصل أو انتهى إلى هذه الخلاصة؟ هي في بحوثات كثيرة في دول، وفي إيطاليا نفس الشيء عملنا بحوثات وطلبنا من وكالة الأدوية الإيطالية وسووا دروسات وبحوث، وهذا يعني احنا عارفينه وعارفين جميع الاعراض الجانبيه. عشان هيك نفس الشيء، واذا انا بذكر انه في امريكا نفس الشيء قالوا حسب بحث اللي عملوه واعطوا الادويه لكثير من المسنين واللي عندهم امراض قلب يعني خطيره وصار عندهم اعراض جانبيه كثيره. عشان هيك حسب رايي لازم نوضح اليوم نقطه انه العلاج ضد الفيروس كورونا ومرض الكوفيد ينقسم الى ثلاث اقسام: المرحله الاولى اول 5 ايام، المرحله المتوسطه، والمرحله الخطيره. المرحله الاولى وهو العلاج في البيوت مع الكورتيزون، مع المضادات الحيويه، مع الفيتامين سي، مع الفيتامين دي. دكتور فؤاد، يبدو ان هناك مشكله، سنحاول، لان الدكتور فؤاد كان يتكلم في نقطه ايضا بدت شديده الاهميه فيما يتعلق بتقسيم مراحل العلاجات لكوفيد 19، لكنه يدافع على الاقل من وجهه نظره عن استخدام هيدروكسيكلوروكين هو وبعض الاطقم الطبيه التي كانت في ايطاليا منذ بدايه الامر تقول انها ترجح استخدام هيدروكسيكلوروكين. والدكتور فؤاد في حديثه قبل ذلك معنا قال ان بعض الادويه او العقاقير التي كانت تقدم لمرضى مرض نقص المناعه المكتسبه أو الإيدز كانت تثبت أيضا فعالية في بعض الحالات، لكنه قال إن هناك بعض المخاطر المرتبطة باستخدام عقار هيدروكسيكلوروكين بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض القلب وخصوصا كبار السن. يذكر فقط أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أشار بشكل واضح إلى أنه تلقى جرعات كاملة من هيدروكسيكلوروكين على مدار أسبوع كامل. لا أعلم إذا كان الدكتور فؤاد عاد أم لا. دكتور فؤاد؟ نعم. دكتور فؤاد، في النقطة التي توقفت حضرتك عندها عند المستويين الثاني والثالث، المستوى المتوسط والمستوى الأخطر. نعم، المرحلة الأولى وهذا احنا اثبتناه كبروتوكول رابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية ونقابة الأطباء من أصل أجنبي في 72 دولة مع الأدوية اللي ذكرتها الكورتيزوني وكل الأدوية، وفي نفس الشيء دواء ضد الملاريا. نعم. في المرحلة المتوسطة بعد ما يعمل الأشعة وإذا بيستمر ضيقة النفس والصعوبة نعمل الأشعة، وحسب الأشعة بنكرر كأطباء على التلفون دائما في البيت دائما إنه نبعثه للمستشفى أو يظلوا في البيت مستمر. 95% من اللي عالجتهم على التلفون ومع الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية في 72 دولة تقريبا تعالجوا في البيوت. عشان هيك نذكر إنه الوباء يعالج في البيوت وليس في المستشفيات. ليش؟ لأنه أغلب اللي راحوا على المستشفيات 30% أخذوا بكتيريا غير الفيروس، لأنه بنعرف إنه انتشار البكتيريا في غرف الإنعاش وفي غرف العمليات كثير. عشان هيك في المستشفى نعالج مع البلازما الدم، نعالج مع الأدوية ضد الإيبولا، ضد الآيس. نعم. ضد الملاريا. طيب دكتور فؤاد، فيما يخص الهيدروكسيكلوروكين، يعني هو عقار أو دواء وليس مصلا أو لقاح، لماذا تعامل الرئيس الأمريكي معه وكأنه جرعات كمصل؟ قال أنا تعاطيت الهيدروكسيكلوروكين وأنا لست مصاب بكوفيد 19 وذلك على مدار 7 أيام متتالية تقريبا، ما هو الهدف من ذلك؟ الهدف سياسي وإعلامي. ترامب مريض أنه يوميا يخرج في الإعلام ويغدى رقم واحد بالنسبة لتويتر وفيسبوك والإعلام. للأسف رئيس ترامب لازم يأخذ في عين الاعتبار أنه عنده منصب مهم. نعم. وكل كلمة يقول فيها إلها لازم يغداله وزن من ناحية طبية وعلمية وإعلامية. هذا أنه الرئيس ترامب يخبر أنه بأخذ الدواء بدون ما يكون عنده أعراض المرض، بدون ما أنه لازم يروح على دولة أفريقية اللي زي ما بتصور
في الدول الاوروبيه لما روحوا على دول افريقيه وباخذوا هذا الدواء 5 ايام او 6 ايام قبل السفر، وفي سبب يعني مهم انك تاخذ هذا الدواء. انا لا انصح اي شخص، ويوميا نجاوب على جميع الاصدقاء ما ياخذش ولا دواء واذا فيش عنده اعراض. اولا ما ياخذش دواء بدون نصيحه الدكتور، ثالثا كل الادويه مثل الكورتيزون انا بنصحه كثير بس بتقدرش نعطيه للي عنده سكري او اللي عنده حساسيه او اللي عنده ضغط عالي. عشان هيك الوباء في البيوت بس مع الدكتور على التلفون وبدون علاج شخصي وذاتي. نعم، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور فؤاد عوده رئيس الرابطه الاوروبيه الشرق اوسطيه منضما الينا عبر سكايب من العاصمه الايطاليه روما. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعه. موجز والاهم الانباء بعد دقائق بحول الله.